الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala salawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk golongan hadis 5 juz dan tilawah sama-sama kita buka dengan berlafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang berbahagia, kita mulai untuk nomor peserta pertama Haki nomor 325 Hafizah untuk membacakan surat Al-Ma'idah yang terdapat pada ayat 44 dan seterusnya di halaman 115. Saya ulang sekali lagi, nomor peserta Haki 325 Hafizah membacakan surat Al-Ma'idah ayat 44 terdapat pada halaman 115.
شطر المسجد الحرام
وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منكم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة صلى الله عليه.
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك من قبلك وعزهم